أرحب بضيفي الدكتور هاني كرد، وكيل محافظة لحج. أهلا وسهلا بك دكتور. لك وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعا. جميعا لنا جميعا بإذن الله. دكتور هاني، وأيضا التساؤل لزميلنا محمد أبو بكر الدوسي، النهج المختلف الذي أعلن عنه رئيس الوزراء غداة تشكيل الوزارة، ما أبرز الأولويات؟ أبدأ معك دكتور هاني. طبعا أولا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة الأخ الدكتور معين عبد الملك، نعم تفضل معك. الذين الحكومة التي هي حكومة بصراحة جاءت في وقت صعب جدا وظروف صعبة جدا تمر بها اليمن بشكل عام، سواء اقتصاديا وسياسيا كذلك وفي شتى المجالات. الأولويات طبعا التي تواجه هذه الحكومة من وجهة نظري أنا، أولا الجانب الاقتصادي الذي نعم، المحررة، البنى التحتية، الكهرباء، المياه، العملة، ارتفاع الأسعار وغيرها من هذه الأشياء التي يعاني منها المواطن، والتي تمس بدرجة رئيسية حياة المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه، واليمن على شفا مجاعة كما جاء في بعض التقارير. من الأولويات كذلك التي تواجه هذه قضية الميليشيات المسلحة التي أوجدت خلال ال4 سنوات في بعض المناطق المحررة كعدن ولحج ويعني غيرها من هذه المناطق، ودمج هذه القوات أو الميليشيات في إطار وزارتي الداخلية والدفاع. كذلك من الأولويات التي يجب التي يعني هي سوف تكون في قائمة الحكومة الجديدة والتي سينظر إليها المواطن اليمني بشكل عام، تفعيل دور الموانئ والمطارات والمرافق الحيوية التي عطلت خلال سنوات ماضية. كذلك أيضا من الأولويات حل الإشكال الحاصل في محافظة سقطرة وإعادتها وإعادة السلطة الإدارة الشرعية. المحلية السلطة الشرعية إليها، وعدم وكذلك إذن استكمال الذي نص عليه اتفاق الرياض الذي جزء منه كبير لم ينفذ إلى هذه اللحظات، إلى لحظة إعلان الحكومة. كثير من القوات والميليشيات عدل لندن من كثير من المناطق التي يفترض أن تكون انسحبت منها قبل إعلان الحكومة. هل ستصمد الحكومة أمام هذه المحاصصات، أم أن الأخيرة ستضعف أي جهود حكومية وتفجرها من الداخل كما ينظر المتشائمون وكما ينظر الكثيرون، لدول أو حكومات أو سلطات المحاصصة في كثير من بلدان العالم؟ ما هي النظرة المستقبلية للوضع؟ طبعا أولا نحن دائما مدعوون، الجميع مدعو للتفاؤل دائما، والتفاؤل هو شعار نسير معه دائما وأبدا. نتفائل خيرا في هذه الحكومة وستقوم به هذه الحكومة، ولا يمكن أن نربط التجارب التي حدثت في بعض الدول وننزلها على الواقع اليمني، فربما يكون هناك اختلاف. القاسم المشترك اليوم الذي يجمع هذه الحكومة هو مواجهة المد الحوثي الذي أراد دمر البلاد وأرهقها وشرد الناس وقتلهم، و
هذه الحكومة قامت على توافق بين يعني الأخوة في التحالف العربي، دولة الإمارات التي أنشأت الميليشيات في عدن والتي تدعم المجلس الانتقالي. فما دام أننا وصلت إلى القناعة بإشراك هذا المجلس في حكومة الحكومة، شرعية. فهذه بادرة خير سيعقبها إن شاء الله، نقول نجاح لهذه الحكومة، وبدعم وبالضغط من الأخوة في المملكة العربية السعودية الراعي الرئيسي والأساسي لهذه المبادرة، والتي نجاحها هو نجاح للأخوة في المملكة العربية السعودية. نحن نتفائل بنجاح هذه إن شاء الحكومة، الله بإذن وبإذن الله. الله سبحانه وتعالى سوف تتسهل الكثير من السبل والطرق لنجاح هذه الحكومة. ما هي الانعكاسات الأبرز لتشكل الحكومة بهذا الشكل الذي شكلت بعوض من التزامات اتفاق الرياض؟ وهل هي الممر الآمن إلى السلام؟ التساؤل لك دكتور هاني كرد. تشكيل الحكومة هو ممر آمن بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السلام والوئام في اليمن بشكل عام، سواء في المناطق المحررة التي عانت خلال 5 سنوات يعني في الجانب الاقتصادي والجانب الخدماتي وغيرها من الجوانب، وكذلك في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي. كون هذه الحكومة نستطيع أن نقول عليها أنها حكومة أسست أو تشكلت لمواجهة الخطر والمد الحوثي عسكريا وسياسيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وتعالى. وبلا حكومة أو لا بديل لهذه الحكومة إلا ميليشيات، سواء ميليشيات في عدن أو بقاء الميليشيات وتمددها في التي يمثلها الانقلاب الحوثي.